يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نرد على من يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قال لا إله إلا الله الحديث، فيقول المطلوب هو القول للعمل بمقتضاه. الرسول ما قال لا إله إلا الله وسكت، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بهذا القيد، يبتغي بذلك وجه الله. لها قيود يا أخي، لا حديث، ما هو بتاخذ حديث واحد وتترك بقية الأحاديث. نعم.